اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه يوم الخميس من صباحيه الدوزيام. وككل خميس تنقدموا فيها حنه يد سيده مغربيه اللي تقدم لنا اليوم تعاوني الخاصه بالعسل والمشتقات ديالو، الكل مع خديجه الهاني اللي جاتنا من بن سليمان. معنا كذلك اليوم كوتش ياسين اللي هو غادي يقدم لنا حركات رياضيه باش نتخلصوا من توتر قبل النوم. واخيرا حضره معنا دائما الكوتش منى الصباحي فقره لي الاحسن باش نكملوا موضوعنا حول العلاقات السامه او الشخصيه السامه، الكل بعد فقره امراض وحالات ومع شريبي وضيفتها اليوم الدكتوره امل دريد. مرحبا بكم معنا صباحيه اليوم. واليوم اكثر من موضوع طبي هو موضوع ثقافي، ثقافه التبرع بالدم. يعني هي ثقافه الحمد لله منخرطين فيها المغاربه وتيبغيو يديروا الخير، مع ذلك كاين واحد العزوف اللي لاحظناه مؤخرا وما كاينش اقبال كبير على مراكز تحقن او تبرع بالدم. تنشكر للا والدكتوره امل دريد على الحضور ديالها، تنحيي فيها الوطنيه ديالها اللي ظاهره على اللباس ديالها ما شاء الله عليها، وتنقول لك شكرا على قبول الدعوه. شكرا لكم وشكرا، نشكر القناه خصوصا دوزام لانهم مآمنه بهذه المنظومه، والمساعده ديالكم راها جد جد مهمه بالنسبه لنا كمنظومه ديال تحقن الدم. نعم. وكان مؤخرا، وعليكم السلام يا سميره، فمؤخرا ايضا يعني تم تنظيم واحد الحمله للتبرع بالدم هنا في القناه الثانيه، يا كيلكو جوغ ماشي بزاف، يا كيلكو جوغ كانت عندنا حمله في يعني في القناه الثانيه من اجل يعني التبرع بالدم. اذا سميره موضوع هو انساني، هي حمله اللي يعني حمله التبرع بالدم خاصها تكون دائما نتكلموا عليها، ماشي غادي نتسناو اليوم الوطني ديال 5 دو جانبي من كل سنه باش نتكلموا عليها، اولا نتسناو اليوم العالمي ديال 14 يونيو عاد باش نتكلموا على هذه الحمله ديال التبرع بالدم، لان كنعرفوا ان الدم لا يباع ولا يشترى وما عندنا منين نجيبوه، كيتعطى من انسان لانسان اخر، هي ماده حيويه كتعطى للانسان. علاش خاصها تكون هذه الحمله يعني هذه العمليه ديال التبرع بالدم؟ علاش خاصنا نتكلموا عليها دائما؟ لان عندنا لو بوزوان سورتو على مستوى الدار البيضاء هو كبير جدا. علاش؟ لان الدار البيضاء اولا كثافه سكانيه اللي كبيره بزاف، ثانيا عندنا مجموعه ديال المستشفيات، المراكز الاستشفائيه، المصحات الخاصه زائد مراكز التصفيه. الدار البيضاء خاصها كل يوم يكون عندنا ما بين 500 و600 كيس اللي يكون واجد. كنعرفوا ان بالنسبه للتبرع فكل متبرع كينقذ حياه ديال 3 ديال الاشخاص، لان الدم كنعرفوا انه كيتفرق على 3 ديال المشتقات. نفكروا في الناس اللي في حاجه دائمه لهذا الدم، الناس اللي عندهم مجموعه ديال الامراض المزمنه، تفكروا في اطفال السرطان اللي كيقطعوا في القلب، تفكروا في الناس اللي كيصفوا الكلاوي ديالهم، الامراض اللي عندهم اي امراض الدم الوراثيه، نتكلموا على الفقر المنجلي، امراض الثلاسيميا، مجموعه ديال الامراض، الناس اللي كيديروا عمليات جراحيه على القلب، على الاوعيه الدمويه، حوادث السير اللي كنشوفوها كثير وكثير بزاف، فهاد الحاجه هي خاصه كل يوم. اليوم سميره معنا ما نقولش لك حاله، عندنا صرخه ام عند البنيه ديالها في عمرها 8 سنوات كتعاني من الثلاسيمي وفقر الدم المنجلي، اذا هاد البنيه حياتها كلها واقفه على الدم. الا سمحتي نشوفوا الحاله اللي معنا. بدات اصلا على 7 شهور، يلا عندها 7 شهور في كرشي ولدتها. المهم دازت واحد اليومين دخلت ليا في غيبوبه وانا مازال في السبيطار في سطات. المهم ما فاقتش، جات الطبيبه كنقول لهم راه البنت ما كتحرك ما والو، كيقولوا لي لا عادي. حتى جات واحد الطبيبه ديال الولاده داكشي سولاتني لقاتني كنبكي، قالت لي مالك؟ قلت لها راه بنتي مغيبه راه ما كتحركش. وهي تقول لي واش ممكن نقلب البنيته، هزتها قلبتها لقاتها في يعني طالع لها مشكل ديال بوصفير وهذا. المهم جلست 15 يوم في الانعاش، من بعد صافي جات عادي. بقى داك الطبيب اللي شافها اللي هو الطبيب تمايا بروف ديال الدراري الصغار، بقيت متبعه معاه. المهم واحد النهار البنيته غيبت ليا، كتبوا لي التحاليل داكشي هزيتهم، هذوك التحاليل جيت درتهم ليها، ملي رجعتهم الطبيب شافهم قال لي ممكن غتقدري تسمعي هادشي اللي غادي نقول لك، اش غتحملي؟ قلت ليها قول لي يا دكتور مهما الدم نازل الخزان ديال الحديد طالعه، قول لي نتوقع كلشي. قال لي راه بنتك غيكون عندها مرض مزمن اللي هو طلاسيمي. المهم ما قالوش لي على فقر الدم المنجلي، يلا عرفتها يعني من بعد
ما عرفت انا بنتي عندها جوج الامراض اللي تدارت بنتي ست سنين وهي مني عندها عام وانا متبعه لها على المشكل ديال الطلاسيميا وما عرفتش راه عندها فقر دمي الجيني. والمشكل دابا ان دائما محتاجه الدم، دائما هذا المرض دائما محتاج الدم. حنا دائما دابا بنتي بالنسبه لبنتي انا في الاول زادت الدم شهر 9 زادت شهر 12 يعني من عام حتى العام، من بعد ولات 6 شهور بقات غادا المده. دابا على حسب العمر ديالها دابا ولات في الاول كانت من 6 شويه ولات 4 شهور خصها تزيد الدم شويه 3 شهور وبقات غادا والمده كتنزل من 3 شهور 4 شهور دابا ولات كل شهرين خصها الدم. كل ما زادت دابا هذا المرض هادو بالاخص هاد الوليدات اللي هو المرض الناس هذا اصلا خصو يتعرف لانه مرض ماشي ساهل، كيبان الناس ساهل هو راه ماشي ساهل، الدري محتاج للدم دائما. اكيد كلكم تاثرتوا بهذه الحاله وهي حاله من وسط بزاف الحالات اللي محتاجين لينا محتاجين ليكم باش نتبرعوا بالدم ديالنا. مها تفضلي. نعم شكرا لك سميره. اذا دكتور داريد حنا كنعرفك انك واحد المواطنه ما نقولش لك مكافحه، متابره تخدمي من الاثنين حتى الحد بدون انقطاع، واللي تخدمي عليه اكثر هو انك كتحاولي انك ترسخي روح التبرع بالدم عن طريق مجموعه ديال لي زاكسيون اللي كتقوم بها حتى على مستوى المدارس باش الاطفال المستقبل كيف ما تنقولوا ان ترسخ عندهم روح يعني او ثقافه التبرع بالدم لانه هما اللي معول عليهم المستقبل ديالنا. فما جديد دكتور أمال؟ شنو من المشاريع ديالك من أجل يعني النهوض بمنظومة التبرع بالدم؟ إذن هو موضوع اللي كيف ما كيعرف الجميع موضوع جد جد حساس، وكيف ما قلتي لها أنه مسألة ثقافة. ملي كتقول لنا المنظمة العالمية للصحة أن خاصة تكون عندنا 3% ديال لابوبيلاسيون اللي هي متبرعة، وحنا في المغرب اللي هو بلد مسلم وحنا يعني المغربي معطاء بحد ذاته ما واصلينش ل 1% يلاه 0.99% ما واصلينش شحال؟ 0.99% ما واصلينش حتى البلونشي ديال 1%. هذه مسألة كتحز في النفس ملي كنشوفوا البلدان الأوروبية واصلة ل 4% أو 3.5% وبحال لي بيي سكاندينافي واصلين ل 4.7% ديال المواطنين المتبرعين، وحنا في المغرب ما فايتينش 1%. يعني مساله تتقول علاش؟ هي مساله توثيق هذه الثقافه، مازال بعيد علينا الثقافه ديال التبرع بالدم. كيشكل مع الاطفال علاش؟ باش حنا الا ما كانش ترسخات فينا هي ماشي غير الاطفال نوجدوا وليداتنا. يعني الا غادي نوجدوا غادي نوجدوا المستقبل، ولكن خصنا الان اشنو نديروا؟ لان الحاجه انيه دابا راه كاينه حالات كيف ما شفنا الحاله ديال بنيته، هذه من بين الحالات اللي عندنا عندهم واحد الخصاص اللي هو دائم. يعني كل اسبوع او اسبوعين كيحتاجوا هذوك الاكياس ديال الدم كيحتاجوا الحياه، راه ماشي هي مساله طبيه تجميليه او تكميليه، مساله حياه. راه خصك تشوف يعني الوجه ديالهم وديال عائلاتهم اللي كتكون ديك الكيس ديال الدم جاي بحال جايبه لهم الحياه. وماشي هذه راه غير حاله من بين انا كنطلب من المواطنين يجيو يشوفوا المصالح ديال المستشفى الجامعي. نخليو حنا المصحات ونخليو راه حنا عندنا 610 ديال المرافق العموميه، بين المصحات الخاصه وبين المستشفيات العموميه وعندنا اكبر مستشفى جامعي اللي كيجيو ليه المواطنين من جميع اقطار المغرب. يعني الجهه كبيره، جهه مليونيه كجهه الدار البيضاء اللي عندنا 8 مناسبه، حنا شحال خصنا باش نديروا نلبيو الطلبات اليوميه اللي هي 600 كيس ونكون واحد المخزون اللي كتنص عليه المنظمه العالميه للصحه كتقول لك خصكم عندكم 7 ايام ديال المخزون، حنا ما كنتعداوش يومين في المخزون. على الاقل خصنا 400 متبرع. شنو هي 400 متبرع في جهه مليونيه؟ نعم. يعني ماشي واحد الرقم اللي نعم. هو كبير. باش نرجعوا سميره للمساله ديال العسوف، علاش ما عندناش هذه الثقافه؟ لان بزاف ديال الاشاعات المغلوطه وما كانش نتكلموا عليهم اليوم سميره. الدم كيتباع وكيتشرى، لا حاجه كيمشي لشي مزباله وكيبني اكياس ديال الدم مليوحين تما. فالدم راه لا يباع ولا يشترى، راه هذاك الثمن اللي كيخلص به الكيس راه ما يساويش حتى واحد راه والو. يعني حس شوفوا داك الكيس واحد المسار اللي كيدوز باش كيوصل عند اللي كيطلب الدم. يعني راه هو كل واحد المسار وهذاك التمر لا يغطي يعني حتى شي حاجه اللي من هذاك المسار باش كيوصل عندنا هذاك الكيس ديال الدم. اكثر ان من بين الافكار جوستومون ان الكيس خلي هذا العزوف ديال التبرع بالدم، هي هذه الافكار المغلوطه اللي عند المواطنين من بينها اللي تيقول لك حنا كنجيو نتبرعوا فابور وانتم كتبيعوا الدم. الدم لا شرعا ولا قانونا كيتباع. حنا هذاك الاكياس الرباعيه الاولى الثلاثيه اللي كنخدموا بها، هذاك التخزين، هذاك التوظيف، هذاك 1500 درهم ديال التحليلات اللي كنقيموها على هذاك الكيس اللي الا شدينا حنا الدم من مثلا مواطن اعطيناه لمواطن اخر ونقولوا له سير انت المختبر دير عليه تحليلات غتقام عليه ب 1500 درهم. حنا هذا الشيء التحليلات كنعطيوها حنايا فابور لهذاك المواطن اللي كيجي كيتبرع. يعني من بين لاكولاسيون من بين التخزين من بعد. يعني هاد
360 درهم ديال الكيس ديال الكريات الحمراء او 290 درهم ديال صفائح دمويه، هادو هما الاكياس اللي كيخرجوا عندنا بزاف، ما هماش ثلث التكلفه ديال هذاك باش كيتقام داك الكيس، ماشي الدم اللي الوسط. الدم راه ما عنده ثمن، الدم راه هو الحياه. اذا على الاقل ملي كنشوفوا يعني راه ما تتخلصوش فيه، راه ما تتخلصوا من با ثلث باش هذاك البروسيسوس اللي قمتوا به باش توجدوا هذاك الكيس باش يكون الدم. لان الدم فاش تخرجوا وتتعطيوا لواحد اخر ما تيمشيش غير بتويو ولا راه كاين تيدوز من المختبرات، تيدوز من تحاليل، تيدوز من واحد لا سيباراسيون اللي باش كنفرقوا المشتقات. واش سعد الله دابا حنايا مجتمع ديال التشطار، نتشطروا في الدم واش حياه ما كنتشطروش، ما كنمشيو نصاوبوا تفارنا ولا نمشيو نديروا الماكياج، ما نعطي الدم لان تيبيعوه، ما خصنيش نتشطر. لا اصبر لاله سميره، دير الاجر، دير الاجر وصافي. لا نزيدك المساله اللي خصها تعرفها لاله ميرا، اللي هي ضروري رساله توصل، هو ان هذا الدم اللي هما تيقولوا بون هذيك 360 او 290 درهم تقريبا، الناس اللي عندهم الرميد ما تيخلصوش، والناس اللي عندهم تغطيه صحيه كتعوض 100%. ودابا ان شاء الله في المشروع ديال سيدنا الله ينصرو ديال شموليه التغطيه الصحيه ما غيبقاش عندنا هذا المشكل. واحد القضيه وحده اخرى، انا بلا كارت ديالي ديال المتبرع عندي اسبقيه، ولا ما عرفتش واحد المره كانت العائله ديالي عند خاصهم الدم، مشيت عطيت غير لا كارت ديالي انني متبرعه عطوني الدم. لا عرفتي فوالا، الا كنتو كتعرفوا من قبل كان ذاك الجروباج او الفصيله ديال الدم كتكون في البيرمي ديالنا. جا القانون 0394 حيدنا هذا الشيء، لانه ولات تقول بون خاصها تكون واحد المساله ديال فولونتير او لا. حنا درنا في جهه الدار البيضاء سطات هذه القضيه ديال لاكارت ديال لو دونور اللي تيكون فيها، هي مرقمنه او ديجيتال، فيها المعلومات ديال المتبرع كامله. دابا ولات فيها الفصيله، شحال هذه ما مشيتش وانا كنعرض عليك دابا. انا غادي نجي كاميرا وغادي نجي فارق معايا الصباحيه الدازين كامل. مرحبا، هذه تنوعدك منها وغادي نوعد المشاهد ديالك او بلس او زائد محتاجين. مرحبا، انا اللي تناخذ وتسمح لي ما ناخذ من وقتك شويه. اخر مره في ايامات كورونا مشيت باش نعطي الدم، كل مره تمشي الازمه اللي دازت علينا في الكوفيد. شوف كل مره انا من الناس الاوفياء اللي تمشي نعطي الدم، لان تنعتبره من غير عمل انساني وسيفيك فهو واجب وطني. فمن غير هذا الشيء مشيت انايا، ولكن حتى البنيه التحتيه ما معاوناش الدكتوره. انا مشيت عندك الحق. مشيت تنعرفهم كاملين تما، خديت النمره ديالي لقيت 178 وقدامي شحال من واحد، وانا كان هذيك الساعه خصني ندخل في الوقت محدد كانوا محددينه وما قدرتش نعطي الدم. لا خرجت. انا نشرح لك، هذيك لا بيريود بالضبط كانت عندنا مسائل اللي هي خصنا نعاودوا يعني التنظيم، لان ما كانش يمكن ندخلوا اكثر من 10 متبرعين، عرفتي التباعد الاجتماعي. اذا كان واحد شويه الانتظار اكثر من ولكن بصفه عامه البنيه التحتيه خصها تعاود افكتيفلي. ما يمكنش انا باغا نمشي نتبرع، عطيت من وقتي، عطيت هذه ماشي من مثلا منش، ولكن على الاقل سهلوا عليا الماموريه باش نعطي. احنا بعدا سهلنا الماموريه، لان في الاول في 2018 راه كان غير مركز واحد في الزرقطوني. نعم. وجهه كبيره كجهه الدار البيضاء اللي فيها تسعود ديال المدن، هذه هي الرساله اللي خصها توصل للمواطنين خصوصا ديال جهه الدار البيضاء سطات، هي ان اي مدينه دابا راه درنا اللي كنسموا حنايا دي مودولير اولا وحدات تبرع بالدم ثابته. نعم. يعني في سطات كاينه وحده برشيد، مديونه، دار بوعزه، في الدار البيضاء كاينه، في حي حساني كاينه، في سيدي عثمان كاينه، في حي حسن المتنقل. لا من غير الوحدات المتنقله هذو درناهم، هذه استراتيجيه دارتها الجهه ملي خديت انا هذا المركز. حاولت ان من بين الافكار اللي كتخلي العزوف هي ديال المسافه والقرب، واش انا غنبطل زرقطوني باش نتبرع؟ ولاو عارفين تما كاين ما كاينش ستاسيون. اكزاكتومون، دابا ها المراكز هي حداكم، دابا غير ما بغيناش دابا ياك الدكتوره عملت اكزاكتومون. وحنا في الاخر كنجمعوا هذاك الاكياس ديال الدم وكنجيبوها باش كنديروا لها هذاك التاهيل. وغير باش نرجعوا للمساله ديال التشجيع على ثقافه التبرع بالدم، فكنعرفوا ان المتبرع راه هو كيتبرع بالدم، ولكن راه كيستافد من واحد التحاليل اللي الثمن ديالهم على الاقل واحد 1000 ولا 1200 درهم دكتور ياك. هذا دونك هذوك التحاليل غادي يفيدوا في الصحه ديالو، عنده بالنسبه للخلايا يعني هي راه كتجدد، الا كان عنده شي يعني الكميه ديال الحديد في الذات اللي كتكون مرتفعه فكتقل منها، فيعني حتى هذاك المتبرع راه كيستافد من مجموعه ديال التحاليل. لو كان ماشي هذه العمليه التبرع بالدم اللي غادي ناخذ فيها حسنه، وفي نفس الوقت غادي نفيد الجسم ديالي. اظن ان بالنسبه للرجال واقيلا كل مره كل ثلاث اشهر، كل شهرين، والسيدات كل مرات ثلاث اشهر، والرجال مره في كل شهرين. ونذكر معها بان فاش تخرج من تسعه الدم راه تلقى واحد البلاطو وجبه وفيها حلوة حلوة وزينة، ماشي شي حاجة هكا، ويعني مقابلينك يعني هما تيحرصوا على الصحة ديالك. أنت أولا قبل ما تعطي هذاك الدم
اكيد خاصناش نضروا هذاك المتبرع بطبيعه الحال من غير تحليلات، راه كاين فحص مجاني اللي هو طبي اللي كيشوف الكشف، عاد هو الطبيب تيعطيك تاهيل انك تعطي او لا ما تعطيش الضغط الدموي، وتيشوف الحاله ديالك واش مناسبه ولا لا. المراه خاصها تكون يعني في فتره سير الحيض كيف ما قلنا تحليلات، وكل مواطن يعرف مدى اهميه التبرع بالدم المداوم لصحته. اقسم بالله الا كلشي غادي يجي بحال الحجامه تقريبا. انا ما تنبغيش هذه المقارنه، ولكن كلشي تيقولها الحجامه غنمشيو غنلوح داك الدم واجي نتبرع به. ماشي اللي كاين حنا تنبقاو نهضروا على الحجامه والمنافع ديال الحجامه، وراه عطيت الدم راه ماشي عندك المنافع ديال الحجامه وزائد تعتق الاجر. الاجر اكيد اكيد سميره، هي بيان سور المتبرع راه عنده مجموعه ديال الشروط. الف مرحبا. صافي الف مرحبا. راه والله مرحبا، هذا واجب. هذا واجب سميره بواحد الشروط، فماشي اي واحد ممكن انه يتبرع بالدم ياك دكتور. بالنسبه للشروط المتبرع بين ان من 18 سنه حتى 65 سنه يكون بصحه جيده ويكون اكثر من 50 كيلو وما يكونش كياخذ ادويه ديال الامراض اللي هي مزمنه. وعلى اي كيف ما قلنا راه كاين الطبيب اللي كيدير الكشف قبل كيعطي داك ليليجيبيليتي او التاهيل ديال التبرع او لا. نعم شكرا لك دكتور. شكرا لك مها، وشكرا للدكتوره امل دريد على كل المجهودات النبيله اللي باينه عندك فيها حرقه وعندك فيها واحد الحب للمهنه ديالك. تنهنيك على هذا الاعتزاز بالمهنه ديالك، وتنضرب لك موعد عما قريب ان شاء الله. وما ترديش كل مره عندك نداء، مرحبا بك في بلاتو صباحيه سيده الزعيم. شكرا لك مها. مشاهدينا نمشيو نتعرفوا على حنه يد السيده خديجة الهاني، فقرة حنة اليد. العسل لوميال او هاني مع السيدة خديجة الهاني. يعني اسمها المسمى لا كويسيدونس اللي بيزار. سبحان الله سبحان الله. سيدة هاني مع الهاني. مع الهاني اكثر من ذلك، واخدة لقب ملكة النحل، هذا كانت لقب استحقته بقوة ما كتعطي في هذا المجال، كانت خدته على المستوى العربي، والأصدقاء ديالها والصديقات ديالها كيسموها عاشقة النحل. تخيل سميرة لا بخاف شفت البيجو اللي دايرة نحلة قبل من البيجو. تخيل لي زيموتيكون اللي كتصيفط ليا في الواتساب فيهم النحيلات مصوبين بالنحيلات. عاشقة للنحل. مرحبا بلالة خديجة. بارك الله فيك. نهارك باللي استقبلناك جيتي من مدينة بن سليمان. جيت من بن سليمان وأنا جيت سعيدة اليوم حاضرة معاك. النحل عاودي لنا على هذه العلاقة الغرامية مع النحل. قصتي مع النحل قصة عشق سبحان الله. يعني دخلت لهذا الميدان اولا تحدي، لان تنعرفوا تربية النحل تعرفوها راه تتقتصر غير على الرجال. انا دخلت ليها وكانت نظرتي النحل غير، ولكن منين دقتني الشوكة كيف تيقولوا. عمرك دقاتك نحلة؟ تدقني النحلة، ودابا لما دقتنيش النحلة ما كاين والو. لا خاصنا نعرفوا الناس بان كاين واحد التداوي بقرص النحل، دونك الناس ما يبقاوش مخافين منه طبعا، من غير الناس اللي عندهم حساسيه داكشي ما كنجيوش نديرو. عده النحس النحل عفوا هو مجال تربيه النحل مجال علمي خاصو يتدرس، ماشي كاي مشاريع، لانه اعجاز الهي. والنحل عطاه ربي صوره على قده في القران، وما يوحي الله إلا للأنبياء والرسل وهو وحي للنحل. فاحنا اليوم أخذناه كأمانة قبل كل شيء ما شاء الله. لأن باش شحال من عام هذه وانت في هذا 15 عام. 15 عام انت في ميدان النحل. 15 عارفه شحال عندك تقريبا ديال النحل، شحال من خلية النحل، شحال من غش؟ عارفه كل شيء. شحال تقريبا واصله ما شاء الله؟ انا في الاول بديت ب 20 خليه، دابا عندي اكثر من 300 خليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لاله منى في لقيتي لاله هاني هذه الجوهره هذه هاني. شوف سبحان الله العظيم، وصلوني لي كوردوني ديالها من جوج ديال المصادر، منهم سيده امل بدري اللي تدير داكشي ديال الاعشاب والعطريه اللي كانت جات لعنا. هي براسها وصلتني قالت لي راه عندنا وحده معنا، شنو كدير وشنو كدير. كما وصلوني من طريق الناس اللي تم مرافقه ديالهم من لوسيبي، مؤسسات من المؤسسات من لوسيبي. فمن تلاقيت بها ومن عرفت كيفاش كتخدم مع النحل، عرفتي راه ماشي مفخره للمراه المغربيه، راه المغرب كامل، لانها تبارك الله ما شاء الله قامت باكثر من 60 دوره تدريبيه، هي علمت فيها ناس اخرين في المغرب وخارج المغرب، وكانت سفيره للبلد ديالنا وعلمت ناس اخرين اللي هما براسهم دابا عندهم نحالين، يعني كيقوموا بتربيه النحل. فوالا الاطار القانوني التعاونيه التعاونيه مع انها النهار الاول استفدتي من التكوين وعطيتي التكوين، ولكن منين استفدات من التكوين؟ هادشي اللي كنت نقول لك، الزوج ديالها النهار الاول كان نحال، ولكن بطريقه تقليديه. هي باش قالت لك كانت 20 خليه بطريقه تقليديه ديال كنصوبوا كنربيوا داك النحيلات كنجيبوا داك العسل وكنبيعوه.
مين دخلت غير على يعني عايشين من العسل؟ هذا المصدر العيش ديالنا الوحيد هو النحل، هو باش عايشين ومعيشين وليداتنا ومعيشين معنا الناس وعيالات ورجال في هذا الميدان. عيشة كريمة الحمد لله. الحمد لله عيشة شريفة وربي حبنا دخلنا النحل. الحمد لله الحمد لله. عرفتي ما خلات لي ما نقول ما شاء الله. واخا شنو الخصائص ديال النحل ديال لالا هاني؟ دابا بقات لي انا هاني مع هاني، خاصني نبقى نقول لك ما نساوهاش. شنو الخصائص ديال التعاونية ديالك ديال تربيتنا؟ شنو سميتها بعدا التعاونية؟ التعاونية اللي هي كانت النحلة الحمراء اللي في التعاونية النسوية النحلة الحمراء، كانوا فيها الرجال، حيدنا الرجال ودخلنا حنا العيالات ملكة النحل. خلنا العيالات عجبتني الحين. علاش حيت الرجال خليهم يحلوا العيالات؟ لا لا، هما النحل الصراحة كاين بعض الرجال اللي هما شوية عصبيين، والنحل تيبغي الهدوء، تيبغي الخاطر، تيبغي الخاطر. حيدنا الرجال ولكن ماشي زعما كإقصاء لهم، ولكن خليناهم لأنهما راهم مراحل أخرى ربما راه المرأة والراجل تيكملوا بعضياتهم، لأن النحل فيه مثلا حنا ما تنقتصروش غير على المنطقه، تنديروا الترحيل لجميع المناطق ديال المغرب. ما شاء الله عليك. قلتي النحل تيبغي الخاطر، واش تتواصلي مع النحل لا خديجه؟ انا النحل بحال وليداتي. هاد الكلمه هذه تتقولها دائما وتتحسها من تتقولها، زعما سبحان الله العظيم. يعني تتواصلي معاهم اول حاجه، كتلقي لهم الخليات بيديها قبل ما يعطيني العسل، تنقلب لي على مكان اللي تيكون بعيد على المبيدات، تندير له العساس، تنقلب لي على دائما الحاجه اللي زوينه بحال اللي كما تنبغيها لوليداتي، لان الا ما حافظتش عليه ما غاديش يعطي. وكيف ما تنعرفوا النحله صديقه البيئه، وهي اللي تتساهم في التوازن البيئي الطبيعي. اذا حنا الا ما حافظناش عليها غيجي واحد الوقت غادي تنقرض، ولا حياه بدون نحل. اكيد اثبت علميا انه لن تكون حياه بدون نحل. واخا شنو شنو المشتقات ديال النحل من غير العسل اللي تتقدمي في التعاونيه ديالك لاله خديجه؟ هي لاله سميره الصراحه عطينا كل حاجه حقها في النحل. العسيله، وكاين هو طبعا العسل الحره. ومتاكده بان النحل البيوت ولا تيرعاو في مواد طبيعيه وما تتوصلهمش المبيدات، دونك العسل الحره 100% ما نتكلموش عليها. العسل ما نذكروش عليها، وتتبقى هذه رضا الله اولا، لان ربي قال لك فيه الشفاء. انا باش نعطي الناس المغشوش غنكونش مرتاح. الله يعطيك الصحه. حاجه اخرى كانت انطلاقه ديالي في انتاج منتجات الخليه في سنة 2016، اللي كنا درنا واحد الدورة تدريبية، جبنا فيها واحد الخبير اللي هو تعرفنا عليه غير عبر التواصل الاجتماعي، وكانت هي انطلاقة النوعية ديالي أنا شخصيا. الخبير منين جا؟ هو فلسطيني مقيم في بلغاريا، سبحان الله، وسميته أحمد عبود، اللي تعلموا على يده صراحة، أنا منهم التلميذة دياله، ولكن تلميذه نجيبه. لا اكيد اكيد، هذه ما فيها شك. دليل لان الانسان عاود من تتقدمي لي واحد المعلومات وما تطبقهاش على ارض الواقع ولا على ارض يعني عمليا ما تيستافدش. اكيد ما كتكونش استفاده. دونك من غير العسل شنو كاين؟ انا اول حاجه عافاك شمي لي هاد الشميعات. الشميعات دايراهم بالجبح ديال هاد الشميعات. هاد الشمع ديالنا تعرف الخاصيه ديالهم، خليها هي تشرحها لك. دابا كيف ما تنعرفوا عالم الشموع كبير، ولكن للاسف كاين غير ديك ماده البارافين هي اللي تخدموا بها، وهذيك الماده ماشي صحيه. فاحنا اليوم كانت هذه هاد الشموع هادي صوبتهم اكثر من الدخول ديالي للنحل. كنت ناخذ الشمع وتندير، حيت حنا فاش كنا يعني في البدايه ديالنا الراجل ديالي كان تيدير غير العسل. انا اول حاجه تمنتها هي الشمع، دخلت وصوبت هاد لي بوجي، من بعد طورته وليت قلبت له على الفتيلات، نقشو مره تنقادو، وهذه كلها صناعه يدويه. والخاصيه ديالو اللي شرحت ليها الخديجه هو انه كينقي الجو. من كمي كتكمل لك داك الشميعه، كتهزي داك الشمع اللي داب وكتزيدي عليه شي زيت اللي عندك، حاجه ما تضيع، وكديرها في رجليك ولا ديرها في يديك الطيب. معنا فؤاد الزهراني، حتى حاجه ما على الفكره. وطبعا كاين اختصرتي على هذا الشكل. لا عندنا اشكال كثيره، يعني يكفي اننا نمشيو عندك ولا نتواصلوا معاك باش نلقاو الاشكال اللي بغينا. كاين الشمعه اللي تتوصل حتى لواحد متر. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. ويلا كنت درت واحد الانشطه لواحد ليكول فرونسيز في الرباط، كنا درنا لهم
واحد الورشه التوعويه وصنعنا لي بوجي وعجبهم الحال بزاف. صلاح بالك صلاح بالك. شوف المغرب بايش زاخر ما شاء الله. شنو هذاك الشيء اللي في يدك انا بغيت نوريه اليوم؟ هادو لي سوسيت بوغ لي زونفون، صبناهم بالعسل. تتعرفي الوليدات ديما تيهربوا من العسل وداك الشيء تيبغيوش ياكلوا، ولكن هذه اعتبرناها طريقه ذكيه باش نوصلوا الوليدات انهم يتناولوا المنتجات الخاليه لانها فعلا ثروات. ودابا الوليد اللي خدا هاد لاسوسيت بحال اللي خدا العسل؟ هذه بحال اللي خدا العسل. علاش؟ وتنسموا ليه عاود بالحويجات اللي تيبغي، تنديروا فيها شويه الليمون، شويه ديال الزهر، شويه ديال كل شيء مفيد. لا من غير التنسيم، الاهم من ذلك هي ان ذاك العسل باش الطريقه باش تجمد ولا ذاك لاسوسيت مصوب بطريق بواحد الماده طبيعيه اللي هما خاصه بهم تيزيدوها، يعني ما تتقاش في العافيه، حيت العسل ملي كتقيسو العافيه كيمشيو ليه المواد الفعاله ديالو. سبحان الله. يعني بحال كتاكل معلقه ديال العسل بيغ، وانا ذقتها وما نعاقلكش. ولكن انا لاله خديجه شفتك من قبيل وانت شاد واحد لاسوسيت. انا كملتك علاش؟ يعني بزاف السيدات غادي يبغيو هذا الشيء لوليداتهم، علاش ما تنشوفوش المنتجات ديالك في كل مكان؟ لان هذا الشيء خاصو يسهل. كاين دوطخ سوسيتات نشوفهم بيان سور، اشكال قليبات كويرات. دونك اللي بغى هذه المنتجات كاين عندك موقع في انستغرام ولا شنو؟ هي انا قبل كنت مركز غير على الخدمه المهنه، دايره سبرديله وتنجري تابعه نحال ونسيت التسويق. ولكن دابا شويه غادي ان شاء الله بغينا شي، بغينا زعما نزيدو نعرفوا بالمنتوجات اكثر باش توصل الناس، لانها فعلا الفائده تستحق تستحق انها تعرف. وهذه القضيه مزيان اللي شفتيها على خديجه المستقبل ولا البروجي ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان المواد اللي خدامه، الطريقه باش خدامه، حتى العلاقه ديالها لا بالنحل ولا بالمنتجات ولا عرفتي بكل التفاصيل اكثر من رائحه مولوعه. والله الا هذه هي الكلمه. نقص التسويق، انت كما قلتي علاش منتج بحال هكا ما يكونش في البال ديال كل واحد؟ نتمنى ان بعد من صباحيه الدوزيام ان شاء الله الرحمن الرحيم توصل لعدد كبير من المنازل اللي كيقلبوا على الاشياء الصحيه للهم ولا لوليداتهم، ومنها خاصها تخدم على استراتيجيه خاصه بها للتسويق باش توصل هذه المنتجات للناس. فاش استفدتي من التكوينات لاله خديجه مع المؤسسات بحال لو سي بي، ما دخلتيش معهم في التسويق مثلا؟ حيت انا عارفه ان التكوين تيمشي من من, من الانتاج حتى للتسويق. طبعا. واش باقي ما دزتيش المرحله ديال التسويق؟ لا يلاه بديت معاهم وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن ظنهم. وغادي ترجعي لنا ان شاء الله بماركه غادي تكون واصله للعالميه ان شاء الله. انا متاكده. سلمي لي على النحيله ديالك. بارك الله فيك. قبل ما تسلم على النحيله تنقول لك بزاف الحوايج. عرفتي والله عرفتي راه من دوخ عرفتي ذاك تبارك الله ما شاء الله دميل. والله العظيم ديال العسل. اول حاجه اتخرج الكتاب ديالها اللي كيهضر على القصه ديال حياتها، لان فعلا قصه تتبكيك بالتأثير. لا شوفي ماشي بالتأثير وبالفرحه. يعني سي فغي واحد كاين شي مقاطع اللي تيأثروا فيك، ولكن ملي كتشوف تبارك الله النجاح اللي حققته وشنو وصلت وشنو هذا تتبكي عاوتاني بالفرحه وبالانبهار بها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي انها خدامه حاليا على واحد لو كونسيبت، على واحد المفهوم سياحي بجوار النحل والخلايا. ما نقدروش نتكلموا عليه اكثر دابا لان مازال كتشتغل عليه، ولكن اللي كنوعدك يا سميره انه شي حاجه اكثر 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 من رائحه للصحه الجسديه والنفسيه. جميل جدا هذا الشيء كل شيء في مدينه بن سليمان. شكرا لك لاله خديجه الهاني، وهاني لنا بك وهاني النحيلات بك، ونشوفك ان شاء الله بمشاريع اخرى ان شاء الله. ضروري تشوفوني اللي غادي يرفع راسكم عاليا. الله يكبر رافع لنا راسنا ديجا. تبارك الله عليك. شكرا لك مره اخرى لاله خديجه. شكرا لمنى الصباحي اللي تجيب لنا دائما هذه الجوهرات هذو. قبل ما نختم معك شفت واحد حاجه سميتها خل العسل، شنو هو خل العسل؟ هذا خل ديال العسل اللي صوبناه. هو بصراحه خل ديال العسل عمري ما سمعت خل العسل. هو منافس للخل ديال التفاح لانه تبارك الله القيمه الغذائيه عاليه. القيمه الغذائيه عاليه وهو مضاد للبكتيريا والجراثيم، ويقدر الانسان حتى يصلح حتى باش تعقمي به البشره ديالك، وحتى الشعر تخلي به الشعر مزيان فروه الشعر. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. شكرا لك خديجه الهاني على تلبيه دعوه صباحيه دوزام. مشاهدينا بقاو معنا، نمشيو اللحظه لفقره للاحسن دائما مع منى الصباحي. يلا منى.
وطبعا لعقلتو ما قدناش الوقت الحلقه الماضيه في الاحسن باش نتكلموا على الشخصيه السامه. واش انا شخصيه سامه؟ وكنعطينا بعض العلامات باش نتسائلوا ونشوفوا ريوسنا ياك ما انا اللي هي الشخصيه السامه في العلاقات ديالي. نذكروا بهذه العلامات ونكملوا الموضوع ديالنا. اول حاجه انا شخص سلبي جدا. سلبي وكما قلنا لذاك النوبه، يعني فين ما كانت الحاجه واخا 100% ديال الاشخاص الاخرين بانت لهم مزيانه، هو ضروري ما يخرج لك فيها العيب، في دار، في خدمه، في شخص، في زواج، في علاقه، ضروري عنده واحد الراي مغاير، واللي غالبا 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 ماشي غالبا دائما سلبي. متشائم جدا، عنصوب واحد الحاجه لا ما تصدقش، لا ما يمكنش تزوج ولا ما يكملوش، هادوك فعلوا ما منهم حتى حاجه. كاينين ناس كاينين دي بروفيل بحال هكا. طبعا هادشي راه تنعيشوه كاملين، يعني اللي ما عنده في القريب عنده في البعيد. صحيح. الحاجه الثالثه هي انهم ناس اللي كنت عتت بعد هذا منها، ان ناس ما كيستمعوش. دابا انا نعطي هاد العلامات اللي كنت اللي كتصنت لينا دابا باش تسائل، ما كيتصنتوش يعني. وانا في واحد الحوار مع واحد الشخص ما كنتصنتوش باش نفهم باش نعرف باش نستوعب، لا كنوجد الجواب ديالي، وانا اصلا قبل ما ندخل لذاك الحوار راني عارفه راسي شنو غنجاوب، وعارف راسي في اي منحه هيكون ذاك الاتجاه. حاجه رابعه كيكون انسان عنده واحد الرغبه دائمه في الانتقام. دستي في واحد الحوار ولا دست واحد لا سيتوياسيون اللي وقعت واحد الحاجه ديرونجاتك، الا ما قديتيش ترد في ذاك الوقت تقدر تبقى هزه في قلبك عام عامين ثلاث سنين لا تتردها لذاك الشخص. لان انت الا كان عندك هذا المشكل ديال انك اني شخص سام، فدائما عندك ذاك الرغبه في الانتقام، عندك احكام على كل شيء، على الناس، على الاشياء، على الافعال، ودائما احكام سلبيه. واخا نفترضوا بان لقيت العلامات خاصها تكون كلها، كنت قلتي لنا هذيك المره ماشي غير وحده منها، مجموعه من العلامات. مجموعه من العلامات وبصفه دائمه، يعني مين كندوزو شي نوبات بواحد الفتره كتكون صعيبه في حياتنا، خايبه، في واحد احباط، ممكن ان هاد العلامات نحسوها فينا، كيولي كلشي ما عجبكش، او يا اما يقدر يكون عندك مرض الاكتئاب، وكل مره كنقولوا راه مرض وخاصك تمشي للطبيب. ولكن قضيه الا كانت طريقه دائمه عام عامين ثلاث سنين اربع سنين من كنتي عندك 20 عام، شخصيه سامه خاصك تعرف راسك. راني شخصيه سامه، راني شخص سام، راه عندي شخصيه سامه. هنايا اللي كيوقع هو ان الا انت كتفرج فينا في هذه اللحظه وقلتي ياك ما انا شخص سام، فواحد 99% انك شخص غير سام، حيت الشخص السام ما عندوش هذه القدره على انه يشوف راسه في المرايه، ما عندوش هذه القدره، يعني فعلا هذا هو المربط ديال الفرس. وشنو هو الحل؟ شنو هو الحل؟ انا نسولك واحد السؤال واحد اخر، الا ما كانش عندك القدره انك تقول انا راه عندي شي حوايج سامين في نفسي وفي شخصيتي اللي كيخليو ان علاقاتي تكون غير جيده وغير صحيه، انك تسول راسك واش انا مرتاح في علاقاتي؟ علاقاتي الخارجيه. علاقاتي مع الاخرين. حيت ما هي الا انعكاس لعلاقاتي مع ذاتي. هكذا. فانا دابز مع ولادي، راجلي، مراتي، الاصدقاء، في الخدمه، مع الكونسييرج، مع السيد اللي كنتقدى من عنده، هنا خصني نوقف، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. راه كتلقى الشخص اللي كيكون بهذا الوصف هذا راه كيكون عنده مشاكل مع كل شيء تقريبا. فإلا ما كاينش النهار اللي كيدوز بلا ما كنجي كنتشكى، مول الطاكسي دار ليا وفعل ليا وترك ليا، وهذاك خينا اللي وقف في الباب فعل وفعل، وبنتي عملت لي، هنا هذا هو السؤال، واش انا فعلا كندير هذه القضيه؟ الا كانت راه تقدر تكون شخص سام. لنفترض انني عقت براسي وعرفت بانني شخصيه سامه، شنو المعمول؟ المعمول هو واش بعدا الشخصيه السامه تتبغي تتغير؟ واش بعدا عندها اراده انها تكون احسن وما تبقاش سامه؟ انا نقول كاين وكاين. كاين الناس اللي في الرفض التام، وهاد الناس ما عندنا ما نديروا لهم، لان الا ما تعرضوش لصدمه كبيره جدا وباش ياخذوا هذا القرار كيبقاو دائما حاسين براسهم انهم مظلومين وانهم دائما على حق، والاخرين كلهم خايبين، واصلا هاد الدنيا ما فيها ربح، والناس كلهم قباحين، والاخرين دائما اللي خايبين. دونك نشوفوا الشخص اللي فعلا زعزعاته هاد الحلقه شويه، هاد الهضره اللي قلنا تيتسائل ولقى فعلا انه عنده مشاكل في العلاقات ديالو. ياك اول حاجه خصك تعرف ان علاقاتك الخارجيه ما هي الا انعكاس لعلاقتك بذاتك، يعني شنو نقول لك، اصل المشكل في علاقتك بنفسك، راه انت اللي ما حاملش راسك، راه انت اللي ما متقبلش راسك، راه انت اللي كاينه شي حاجه بينك وبين راسك اللي غير سليمه، فبالتالي كتنعكس في السميه على علاقاتك مع الاخرين. فهاد اللحظه هذه خصك تعرف انك انت راك انت ضحيه، تقدر تكون الضحيه للتربيه اللي تربيتيها، وغالبا كتكون التربيه اللي تربيتيها، او لواحد لي فيلد كنكونوا كنديروهم كيتصوبوا عندنا بواحد الطريقه بلوز اوموا اوتوماتيك، يعني في التربيه ديالنا، في علاقاتنا في المدرسه، في علاقاتنا الاولى في العمل، في العلاقات العاطفيه الاولى، اللي دائما كتخلي هاد السميه هذه تخرج.
كنقول ياك دائما سميره كتسولين كتقول واش محتاجين المرافقه، تنقول لك لا نخدموا شويه على راسنا وندوزوا للمرافقه. هنا ولا بدا المرافقه، سير للمرافقه لانها تكون عندك واحد الربح كبير جدا انك تكتشف فين عندك هذا الخلل. لا وغادي تختزل الطريق وتعطيك السيد غادي غادي يواكبك، غادي يعطيك اليات. شوف واحد النوبه واحد قال لك واش كتزيدوا في العمر؟ لا ماشي كتزيد في العمر، العمر بيد الله عز وجل، ولكن نوعية العمر اللي كتعيشه، نوعية العلاقات، الارتياح، الطمأنينة، السعادة، جودة العلاقات، راه فعلا عمر في حد ذاته. نهار شوف غير ملي كتكون شي حاجة ضرك، إلا صبطك ضرك، كتبقى تحسب له بالثواني. وإلا كان لابس شي صبط مرتاح، تقدر تجربيه النهار كامل ما تحش. تخيل علاقتك، تخلي علاقتك بشخصيتك هي داك الصبط اللي مزير عليك، وعندك الإمكانية أنك تلبس واحد الحذاء مريح، ترتاح وتريح. جميل جدا. دونك هنايا في اول مره تنسمعك هنايا في هذه العلاقه السامه او لا الشخصيه السامه، عرفت راسي شخصيه سامه خاصني نمشي للمساعده، عرفتي علاش واش نمشيو عند كوتش؟ وانت تعرفي دابا كلشي ولا كوتش، كلشي كيفاش نختاروا كوتش واين كوتش؟ واش خاصنا نمشيو عند طبيب نفساني؟ شنو خاصنا ندير؟ شوف انت مع من ترتاح، شوف انت مع من ارتاح. حنا كنقولها دائما، وعندك ثلاثه ديال الحصص الاولى الا ما حسيتي ما كاين حتى تغير تقول لي دابا شي واحد كيسمع لي ثلاثه الحصص كتلقاو الحلول. لا كنبداو التغير، الا في ثلاثه الحصص ما حسيتي حتى تزعزعه تزعزعتي حتى شي حاجه ما بدات كتغير حتى شي صريجم ما بدا كيتحل، يمكن داك الشخص ماشي هو المرافق اللي عندي به الغرض. راه تيجيو الناس تيقول لك بقيت مع فلان وفي تلان عام ونص وعامين بدون نتيجه، وبنادم تيقول لا هذا النهار غدا تيولي واحد النوع ديال تعطيهم ثلاثه الحصص تعود. انا تنقول انا حتى للزبائن ديالي والناس اللي كنشتغل معاهم تنقول لهم هذه الكلمه، راه الا ما حسيناش بواحد الفرق يمكن انا ما صالحه لكش، خصك شي تخصص واحد اخر ولا خصك شي طريقه اخرى ولا دوطخ زوتي. وحاجه اخرى، علاش خاص المرافقه في هذه الحاله هذه؟ لان ملي كنبداو الاشتغال كيكون واحد الميكانيزم، واحد الميكانيزمات ديجا مسطرين ديال انا دائما على حق. فحتى ملي كتبغي تخدم كاين واحد لافي اللي تيجرك لتحت كبير جدا، ملي كتكون المرافقه كتسهل عليك. وحنا الهدف ماشي انك تحس بالذنب، بالعكس هي انك تصالح مع ذاتك، تصالح مع ذاك الطفل الداخلي ديالك، تصالح مع ذاك الشيء اللي عشتي في الطفوله في المراهقه كما قلت في العلاقات السابقه. وفاش تتم هذه المصالحه مع الذات واش تتم المصالحه كذلك في العلاقات مع الغير؟ شوف لا سميره خذها مني زعما باليقينيه فور غرانتيد يس، الا تصالحتي مع ذاتك داخليا وارتحيتي مع ذاتك داخليا علاقاتك على برا كتغير، كتقولي هذا اللي دائما كندابز معاه. تخيل مع راسك بهاد شنو القدرة. التغيير اللي يقدر يكون من غير العلاقات في الحياه ديالك؟ كيفاش تتبدل الحياه ديالك للاحسن؟ تخيل الانسان كيفاش الصباح تيشوف راسه في المرايه تيحمد الله عز وجل فرحان حيت شاف راسه، ولا شخص ما باغيش يشوف عينيه في المرايه. تخيل شخص مين تيعنق وليداته ولا تيعنق الناس اللي عزاز عليه تيحس بالحب، تيحس بالراحه. تخيل شخص مين تيدخل عند الناس، الناس كتفرح به ماشي تتهرب منه. فوالا تخيلي الناس كتفرح به، هذه الجوده اللي تكلمتي عليها في الاول، هذه تطول العمر اللي قلتيها في الاول. انك تولي عايش العمر ديالك، الساعه ديالك، النهار ديالك، الشهر ديالك، وانت مرتاح وانت فرحان وانت مطمئن وانت باغي تزيد القدم. هذا ماشي معناته اننا كلشي يعني كيولي انسان بخفي كامل كامل ولله عز وجل، ولكن تيولي ديجا في داك لو بروسيس للاحسن، وفي لو بروسيس ديال التطور المستمر، فهو نهار على نهار فرحان براسو اكثر. واحد الحاجه قالتها لي هاني خديجه هاني، على شنو تعلمت من النحل؟ قالت لي النحل عاود لي الترابي، لاني ملي شفتو كيفاش كيشتغل، كيفاش كيربي داك الملكه، كيفاش كيتعامل، كيفاش الا دخلت شي مؤثر، قالت لي عرفتي انا حسيت بحياتي ولات افضل. نفس الشيء، تخيل حياتك كتولي افضل في علاقاتك، في تعاملاتك، ما كنوليوش غير في هذه الفقره ديال صباحيه الدوزام، اننا دائما نكونوا للاحسن. وفي فقره الرياضه مع الكوتش ياسين اليوم غادي نتوقفوا على الضغط اليومي اللي تنعانيو منه، فبغينا نعرفوا شنو علاقه الرياضه بالضغط، واش ممكن تعاوننا باش نستافدوا من النوم مصحح ان سومي ريباراتور. ياسين واش كاين علاقه ولا لا؟ طبعا طبعا كاين علاقه، واليوم انا الحصه ديال اليوم خصصتها لهذا المشكل ديال التوتر، وما بغيتش اليوم غير باش نشرح الناس شنو هما الحركات، ولكن بغيتهم يديروا معايا هذه الحركات باش يحسوا بهم، سختو الناس اللي كيعانيوا من التوتر، وهذه الحركات غادي يعاونونا بزاف باش نحسنوا من الجوده ديال النوم، لان كنعرفوا بزاف ديال الناس ملي كيكون عندهم التوتر كتحس به غير من لي جيست ديالو، الجسم ديالو كيعطيه واحد لي سين، يا اما كيبان لك كيحرك
راسو بزاف، يا اما كيبان لك باغي يدير شي حاجه لان الجسم ديالو تيرمون توتر بهذاك لو ستريس كونتراكتي العضلات ديالو كيتشنجو. اكزاكتومون العضلات كيتشنجو، وهادو هما حركات اللي غادي يخليونا اول حاجه نحيدوا هذاك البلوكاج اللي كيكون عندنا هنايا او نيفو ديال الكلافيكول اللي كيكون عندنا في القفص الصدري ديالنا، وبيان سور الظهر، وتا حركات اللي غادي نرتاحوا بهم العضلات ديال الرجلين ديالنا. وهنا غادي ما صعبش بزاف هاد الحركات، ساهلين. داكشي علاش انا التوتر ما بغيناش نتوترو، داكشي علاش انا كنطلب المتابعين يديروا معايا هاد الحركات، المشاهدين يتبعوا معايا هاد الحركات، فريمون ساهلين والنتيجه غادي تكون من بعد الحصه ان شاء الله. هادشي اللي بغينا، تفضل نمشيو يلا كاملين. شوف نبداو بحركه اللي هي سهله، غادي نحاول نهود برجلي بشويه هنايا، نرخي العضلات ديال يدي، ما نزيرش العضلات ديال يدي، وحاول نبقى واحد 30 ثانيه نقلب على الارض، ولكن اهم حاجه في الحركه هما لي ركابي ديالي يبقاو طوندو، وحاول نمشي بصباعي بشويه بشويه. هنايا كل مره حاولتي دير هذه الحركه حاول تزيد، انا اليوم حطيت صباعي يمكن لي نزيد شويه يمكن لي نهبط شويه حتى يدي تولي تقيس في الارض، ولكن ما نتنيش ركابي ديالي داكوغ. هنايا تحس بهذه العضلات ديال الجسم ديال الرجلين ديالي من اللور تيتيراو، وهنايا نحاول نتنفس مزيان باش نحيد هذاك التشنجات اللي كيكونوا عندي في العضله. نتنفس مزيان بيان سور، نبقى واحد 30 ثانيه حتى الدقيقه ديال المكانه، وندير واحد الخطوه كبيره للور داكوغ، لان بعض المرات ما كان نردوش البال بلي انه كاينين واحد العضلات بين الرجلين ديالنا ملي كيكونوا كونتراكتيك كيزيدوا يطلعوا لنا من المستوى ديال التوتر. نحاول نتيري هنايا، نحط يدي الفوق وندير واحد الدوره كبيره. شوف الان ملي تشوفوا كندير هذه الحركه ما تحاولوش تعصبوا، حاولوا ترخيو، رخي راسك بحال اللي كنقولوا حنايا، بحال اللي كتكسل، كترخي راسك كترخي لو كور ديالك، كتنفس مزيان، تبقى واحد 10 ثواني خليكم معايا، ونمشيو جهه اخرى. حاولوا تبعوا معايا، ديروا معايا نفس الحركه اللي كندير، وغادي تشوفوا بواحد لو شونجمون على حسب على مستوى العضلات ديال الرجل ديالكم. تلقي يدي الفوق، نتنفس مزيان، نصبر واحد شويه ونرجع. شوفوا هذه الحركه اللي هي مهمه بزاف. شوف غادي نحل رجلي، الصبع ديالي رجلي يتحلوا على برا، نخلي الجسم ديالي واقف، نهبط يدي لتحت هنا داكوغ. شوفوا هنايا هذه الحركه شنو غادي ندير، نحط اليد اليمنيه في الارض، اليد ديال اليسريه هنايا، ونحاول ندور. شوف هذه متنيه، نحاول غير نجبدها شويه، شوف نجبدها ونطيح براسي اللور، ونحس بالعضله ديال الظهر ديالي من تحت كتجبد. خير راسي، نعاود نفس العمليه على جهه اخرى ونطلق. خمسه اربعه ثلاثه جوج واحد، نمشيو ديريكت الارض. شوفوا معايا غادي نعس على ظهري، نحط ظهري للارض، سهل، خذ زربيه ولا اي حاجه حداك، حاول تك على ظهرك، شوف الظهر ديالك، تاكد منه انه كله محطوط على الارض. نحاول نهز الركبه ديال اليمين، الركبه ديال اليسار. شوف شنو غادي ندير، غادي نجر الهواء، نجر الاكسجين من النيف ديالي، وغادي نخوي. اون فوا نبغي نخوي نزر ركابي عندي، عاود نفس العمليه، نخوي داكوغ. نحل دابا يدي هنايا وندور. شوف حاول ما امكن يبقى ظهرك مستقيم على الارض، ورجلك بجوج حاول دورهم، ويدك ديال اليسريه اللي من الجهه الاخرى هذه حاول تثبتها في الارض باش يبقى ظهرك لو ماكسيموم شاد على الارض. هنا غادي تحس بهذه البلاصه كامله كثيره، حاول ترخي راسك معاها وتصبر واحد 30 ثانيه، ثلاثه جوج واحد، ونعاود نفس العمليه على جهه اخرى. شوف شنو غادي ندير دابا، غادي نكرواز ديال رجلي هنايا، نقلبها، نهز الظهر ديالي، نجر وندفع. اون فيت هاد الحركه هادي راه هي مهمه حتى للناس اللي كيعانيو من هذاك الحريق في اسفل الظهر، لان بزاف ديال الناس كل واحد على حسب الخدمه ديالو، اولا ملي كيوقع هذيك الزياده ديال الوزن كيوليو الظهر ديالي تيحرق، وبارفو تيعطيني الحريق حتى رجلي. هادي من احسن الحركات اللي غادي تقدر تنفس عليك هذيك الحريق شويه، تجر رجلك في حركه لو ماكسيموم تتحس بهاد البلاصه هادي هنايا كثيره، تعاود نفس العمليه على جهه اخرى. عاود نجر، نحاول نجر لو ماكسيموم، خلي الظهر ديالي يتهز شويه وراسي يقرب عند رجلي،
باش هاد لي موسك اللي من التحت كيتجبدوا. ثلاثه جوج واحد، نمشي لواحد الحركه اللي غادي ترتح لي العضلات ديال الظهر ديالي مرتحت، غادي نجر شوف بحال اللي درت قبيله، ولكن غادي نحل دابا ليكستيريور ونخلي الظهر ديالي مستقيم، نجر يدي هنا يجر الكابي مزيان ونصبر. خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، شوفوا معايا دابا نمشيو الحركة قبل الأخيرة، غادي نحط يدي هنايا شوف، خلي الظهر ديالي مستقيم، الجسم ديالي الفوق، شوف معايا إلا لاحظتي هنايا الصدر ديالي العضلات ديال الصدر ديالي مسدودين، أون فوا غادي نهز راسي غادي يتفتح الصدر ديالي الفوق، شوف غنجبد النفس ديالي هنا غنخوي نحاول هنايا يدي ما يكونوش مزيرين، ولكن لا اونش ديالي يعني العضلات ديال الظهر ديالي نرخيهم يطيحوا، نبقى غير شاد غير بيدي. هنا غادي تحس بلي موسكل العضلات ديال الكرش ديالك كلهم طايحين للارض، غادي ترخي راسك لان هاد الحركه مهمه للظهر ديالنا. نفس العمليه غادي نجلس، غادي نحط يدي اللور ونحاول نهز ونفتح الصدر ديالي الفوق، شوف شوف كتافي طايحين، غادي نديكوليهم اللور وغادي نهز الصدر ديالي الفوق. هنا الصدر ديالي غادي يتحل مزيان، نحاول نصبر من 15 حتى ل 20 ثانيه، من بعد غادي نمشيو للفوق. هذاك الضغط اللي كيكون عندنا هنايا في العضلات ديال العنق ديالي من الفوق ومن اللور، غادي نطلق واحد اليد اليسريه واليد ديال اليمنيه غادي ندخلها من الداخل، وغادي نحاول نهود مزيان ونصبر بيان سور 30 ثانيه حتى لدقيقه ديال المكانه، عاود نفس العمليه على جهه اخرى. اخر حركه اللي غادي نديرو هاد الحركه اللي هي مهمه بزاف واللي كتنشط الخلايا ديال الدماغ ديالنا، وبيان سور ما كيبقاش عندك هذاك لو ستريس وحتى داك الحرق ديال الراس فريمون كينقص بواحد الشكل كبير. شوفوا معايا شنو غادي ندير، غادي نحط هنا وغادي نجلس، هي تقريبا بحال اللي كتسجد بحال السجود، غير هي كنحط يدي اللور هنايا وكندخل راسي بين رجلي وكنصبر. هنا حاول تكونسونطرا، تبقى واحد 30 ثانيه دقيقه الا قدرتي حتى لجوج دقائق، هذاك الدم ديالك كله كيرجع للراس ديالك، وملي كطلع كتحس بواحد الاحساس زوين، وهنايا كتنقص الحريق ديال الراس وهذاك الضغط كينقص بواحد الشكل كبير. حاول ديما شوف الا لاحظتوا العضلات ديال الكتاف ديالي ما مزيرينش كلهم رخيتهم للارض، طيحت يدي وبقيت هنا ودخلت راسي لداخل، شوف راسي ما نخليش هكا ما نخليش هكا، ندخلو لداخل. بيان سور هاد الحركة عندها واحد التأثير كبير على 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 الدورة الدموية ديالنا، وكتنشطنا الخلايا ديال الخلايا الدماغية ديالنا. بيان سور هاد الحركات غادي يعطيونا واحد التحسن كبير على مستوى الضغط، وبيان سور غيحسن لنا من الجودة ديال النوم ديالنا. ودابا جاك النعاس ولا ما جاكش النعاس اكوتشي ياسر؟ واه بغيت نمشي النعاس. دونك الحركات الناجحه خاصنا نجربوها في البيوت ديالنا. تنشكرك بزاف كوتشي ياسر. شكرا. مشاهدينا هكذا تسالي حلقه اليوم، نتلاقاو بكم غدا يوم الجمعه ان شاء الله مع فقرات بحال نقطه توازن، الحق والقانون او القانون مع الاستاذ محمد جمال معتوق وغيرها، تنتظركم غدا ان شاء الله. صباحيه الدزام، الى اللقاء.